بعد أشهر من الانتظار التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعضاء مجلس النواب الموالين للحكومة الشرعية. لا معلومات دقيقة بشأن العدد الذي حضر هذا الاجتماع الذي تأجل أصلا من أجل استكمال النصاب بالنظر إلى صلته الوثيقة بالاجتماع الإجرائي المقرر أن يعقده مجلس النواب الشرعي في عدن في موعد لم يحدد بعد. كان لافت باجتماع بهذا المستوى أن الرجل الثاني في المملكة لم يقل شيئا سوى أنه صافح النواب الكلمة كانت لرئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ والتي جاءت بروتوكولية مع تأكيد على أواصر الأخوة وتذكير بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة اليمنيين وتذكير بالدعم السعودي الذي وضع بلاده في المرتبة الأولى في قائمة الدول المانحة لليمن خلال الثلاثين سنة الماضية نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي عبر عن ثقة زملائه النواب في أن التحالف بقيادة المملكة سائر في دعم الجيش الوطني والمقاومة من أجل استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الإنقلابيين وثقته كذلك بأن السعودية ستقود عملية إعادة الإعمار لما دمرته حرب ميليشيا الإنقلاب الشداد أكد أن الوضع الطبيعي لليمن هو بين اخوانه في مجلس التعاون الخليجي لتجنب اختطاف اليمن من المشروع الايراني التدميري، وأكد كذلك أن تأهيل بلاده إلى الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أصبح ضرورة ملحة يتطلع الشعب اليمني لاستكمالها. نواب كشفوا عن أن اللقاء مع ولي العهد السعودي تناول كافة القضايا الهامة، وفي مقدمتها ما يعانيه المغتربون في المملكة جراء القرارات الاخيره بخصوص رسوم المرافقين واكدوا الحاجه ايضا الى التراجع عن هذه الخطوه نظرا للظرف الخاص الذي يمر به اليمن في هذه المرحله. انعقد الاجتماع بعد طول انتظار وبقي ان ينجز النواب خطواتهم التاليه بعقد جلسه للمجلس في عدن لكن ذلك على ما يبدو مرتهن الى النصاب القانوني للجلسه المقبله التي سوف تقرر مصير المؤسسه التشريعيه في البلاد.